فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. سنة الترمذي، ما زلنا مع كتاب صفة القيامة. نحن إن شاء الله ننتهي بس من صفة القيامة وصفة الجنة وصفة جهنم، ما عندنا إلا ربع العبادات بعد ذلك في الترمذي. يعني الترمذي أيضا شارف على الانتهاء كما أن سنة أبي داود شارف على الانتهاء. بإذن الله تنتهي ونركز في العلوم حتى نرى يعني علماءنا الآن، علماء المجلس، أنتم حقا علماء الأمة وأنتم شمس الأمة التي تشرق عليه، فكونوا على نفس الوتيرة. رضاك يا أمي. طيب، يأتيني ولد عمره 9 سنوات لكنه مريض ولا يتكلم جيدا ولا يميز ما يرى، ويطلب مني أن يأكل، يعني هل أغطي رأسي أمامه وأعطيه ما يطلب مع العلم؟ إذا كان كما تصفين وأنه لا يعقل شيئا ولا يميز شيئا فلا شيء عليك. ما الراجح في مسألة فوات الصلاة هل تقضى؟ النقطة، فوات الصلاة على أمرين يا هريرة. فوات الصلاة تعمدا تكاسلا، فهذا على خلاف العلماء. جمهور الأئمة الأربعة أو جمهور العلماء يقولون بالقضاء. أنا أدين الله بأنه لا قضاء في هذا الباب، لأنه يحتاج الأمر جديد كما رجح ابن تيمية وابن القيم في هذا الباب. لا قضاء، ولكن أكثر من النوافل لأنها تسد خانة الفرائض، كما في تصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل لعبدي من نوافل، فيجعلون النافلة سادة مسد الفريضة. أما إذا كان نام عنها أو نسيها فهنا عليه أن يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. حفظك ربي أيتها الهاشمية، حفظك ربي وحفظه ربي، وعجل له بالشفاء ورفع عنه البلاء ورفع جميع البلاء. اللهم أمين يا رب العالمين، رضي الله عنكم جميعا. طيب، صفة القيامة. نعم، الحديث رواه المصنف عن وثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. هذا الحديث في عمر بن إسماعيل ابن مجالد. قال النسائي متروك، بل ابن معين قال كذبه. رضي الله عنك يا محسن، علمنا الله وإياك وثبتنا الله وإياك على هذا الخير الكبير. قلت لك المغاربة إشكالهم كبير جدا. المغاربة يعني يتجهون إلى 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 حالة المتأخرين من في باب المذاهب، وأيضا يهتمون بعلوم الآلة دون التطبيق، مع أنه أصلا مع أعظم علوم الآلة هو الأصول. فاهتمامهم حتى بأصول الفقه ليس اهتماما عمليا، الاهتمام النظري لا يفيد كثيرا. ولذلك مدرسة الشاطبية أو ابن القيم أو ابن تيمية هي أعظم مدارس الأصول. طبعا هي امتداد للرسالة للإمام الشافعي، العلم التطبيقي، هذا هو العلم أصالة. طيب، هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب ومكحول، قد سمع من وثيلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري، ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاث. مكحول الشامي يكن أبا عبد الله، وكان عبدا فأعتق، رضي الله عنكم، أحسن الله لكم ورفع مقامكم. ومكحول الأزدي أبصري سمع من عبد الله بن عمر يروي عن عمارة بن زازان. الحق الحديث فيه ضعف شديد، كما قلنا إسماعيل بن مجالد كفى أنه كذبه بعضهم. وفي قوله أخبرنا أمية بن القاسم الحذاء، هو بصري صدوق، لكن الحق أن ابن حبان ضعفه أيضا. واثر بن الأسقع الصحابي الجليل قال: لا تظهر الشماتة لأخيك فأرحمه الله ويبتليك. هذه مسألة عظيمة جدا، وهي كما قلنا فيها جزاء وفاق رجل تبقى أن الله تعالى يعامل العبد ما يعامل عباده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى. وقال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإن الله يعامل العبد على ما يعامل أخيه.
فإذا كان المرء لما تتغيبين يا سنة، لما تتقطعين في الدروس، لما الغياب، لما تتغيبين؟ فإذا كان العبد ينظر إلى أخيه نظرة الدون أو الاحتقار أو لتقصيره أو لوقوعه في الذنب، أولا كما قلت مسألة الذنب كيف يقع المرء فيه، أولا العصمة من الذنب لا تكون لأحد لذكائه أو لفطنته أو لورعه أو لتقوى، المسألة دائرة على من يملك القلوب. الله تعالى لو ترك الناس جميعا لأنفسهم لضلوا الناس في ظلمة، الناس في ظلمة. قبلنا العذر، لكن لما تفعلين ذلك؟ لما؟ فالناس جميعا في ظلمة. قال يا عبادي كلكم، هو كلكم نص في العموم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. قال يا عبادي كلكم يسيء بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فأنت عندما تجد أخاك قد زل، قد وقع في المعصية أو الخطيئة أو التجاوز أو الاستطالة، فاعلم أن المسألة ليست بيد أحد، وأن الله تعالى وكله لنفسه لحكمة لعلة ما تدري ما هي الحكم والعلة العظيمة التي يمكن أن يترك الله جل في علا العبد فيها ليقع في بعض المعاصي، لعلة وحكم، وأعلم يقينا أنها تكون لصالحه، لأن الله له حكم في عباده، فلا بد أن يكون المرء ناظرا إلى حكمة الله جل في علا بأن الله يجر العبد جرا إلى مصلحته، فإن أبى العبد تركه الله جل في علا لنفسه. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، تركهم الله تعالى وأهلكهم بعد ذلك بذنوبهم. فهنا يقول لا تظهر الشماتة لأخيك. إلى الآن لم أعرف السبب، عفونا وعذرنا، السبب الناس يحتاجونك، أنت كثيرا ما تكتب الفوائد، كثيرا ما تؤسسي للدرس، فلما؟ غفر الله لك. عليكم السلام ورحمة الله. قال لا تظهر الشماتة لأخيك، يعني ما تنظر، يعني ما أنت قد، اللهم اهدنا جميعا، قد ترى عبدا قد عصى وتحسب أنه من أهل النار وقد كتبه الله من أهل الجنة. إن رجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما بينه وبينه لا يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. كم وكم ممن توقعوا خلوده في النار صار في الجنة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، قال يا غلام أسلم، انتهى، أنت على فراش الموت. نظر الغلام إلى أبيه وأبوه يهودي، قال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قال اعتنوا بأخيكم، ومات بعده. قال اعتنوا بأخيكم، يسلم، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ما بايعتك على هذه الغنائم، بايعتك على أن أسمع الهيعة فأنزل إلى ساحة الوغى فأرمى بسامها هنا فأدخل الجنة. قال أصدق الله يصدقك، فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الوصف. المسألة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، حبك الله احتنى فيه رضي الله عنكم. فهنا لابد أن يعلم الإنسان أن 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 أمره عند ربي جل في علاه. قد تتكلم عن أناس حطوا رحالهم في الجنة، قد، وهذا حق. قد تتكلم عن أناس لا تعرف ما بينهم وبين الله جل في علاه. ما عليك إلا أن الله أظهر لك بعض الظاهر الذي يكون فيه شيء من التنقيص من أجل أن يختبرك أنت في تعاملك معه، يختبرك أنت ما تدري، لأن الله تعالى يظهر لك نقصا في شخص ما لينظر معدنك أنت عندما تعامله مع النقص الذي رأيته، كيف ستعامله، كيف سيكون معاملتك له، ولما تراه أيضا عصى الله جل في علاه كيف ستكون له، شامتا محقرا منكرا إنكارا فيه هوى النفس، أو راحما داعيا له، راجيا التوبة له، راجيا التوفيق والتسديد. إن الله يختبر معدنك أنت في هذا الباب لا تدري. ولذلك هنا تراه يعني يظهر له بعض النقائص
من أجل أن يرى في معدنه يظهر الشماتة أم لا، لأن الله يختبر العباد ليحاسبهم، لأن الله لا يحاسبه على ما يعلمه منه، هو يخرج ما يخرج معلومه فيهم، يخرجه من أجل أن يحاسبهم عليه، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيلكمه جميعا فيجعله في جهنم. ألف لام ميم، أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم هو أي نعم هذه فضيلة وسناء كما كانت موجودة في المغرب، فواجب أن نفهم ذلك. فلذلك قال لا تظهر الشماتة لأخيك فأرحمه الله ويبتليك، يعني عندما يرى الله معدنك هكذا يعاقبك أنك تقع فيما وقع فيه ويتوب هو عليه، فيتوب من الذنب فتقع أنت في الذنب، وهذا مجرب جدا، ما نظر عبد لعاص بانتقاص إلا ابتلاه الله بما انتقصه به. هذه مسألة عظيمة جدا جدا جدا، نهيك على الذي يحمل يعني الذي يحمل الحكم بالتجسس ويصل به ويسمع للمتجسس، المتجسس فاسق أصالة، ولو رتب حكم على تجسسه فمن يسمع فيرتب الحكم يبتلى بذلك، يبتلى بذلك، وبعدين يظهر للناس أنه التقي النقي الورع الذي عصم من المعاصي والآخر وقع في المعاصي، أنت مسكين، ما عصمك الله إلا ليبتليك، وما أوقع الآخر به لتنظر إليه إلا ليبتليك، كما قلت عندما تريد أن ترى المرأة الرائعة كزوجة نبيلة، عندما تكشف زللك أو معصيتك أو تعديك أو تجاوزك أو الأخطاء التي تقع فيها أمامها، انظر كيف تعاملك عندما تعرف ذلك، هذا هو ليضحك يلحق، وهذا صحيح وربي. نعم ولو بكيت على أخي فإن الله تعالى يعصمني ويعصمه ويهديني ويهديه، وهذه مسألة لا يمكن أن أصل لها إلا من نقى الله قلبه من الدغل والحقد والحسد والنظر للنفس والأدواء القاتلة، الأداء قاتلة. ولذلك الذي ينتقص من العاصي فهو يرى نفسه فوقه، وهذا عجيب جدا، قال بعض السلف لن يبلغ أحد مبلغ التقوى حتى يرى أن الناس كلهم فوقه يتقدمون عليه. فهذا الذي حقا ما تراه إلا ذلك، تراه يبكي على بكاء الآخرين ويحسن لإحسانهم ويخشى عليهم من الضيعة ويخشى عليهم من المعاصي والسيئات والتجاوزات، والله يجعل لهم مخرجا ويجعل لهم أيضا مخرجا. لما ضرب خالد بن الوليد بنعاله من شرب الخمرة فقال له لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، يعني ألا تكف، لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فنظر الإنسان قال له لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله ورسوله. انظر أمر جلل في هذا الباب، رجل رأى من نفسه المعصية فحسب أنه سقط عند ربه، فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم على سواد أعتقد أو غيره، فقال من يشتري العبد مني على أنه عبد الله وليس عبدا، يعني هذا من المسح، آه والله، فقال من يشتري العبد مني، فقال له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال لا والله لكنك لست عند ربك كاسدا، لكنك لست عند ربك كاسدا. نعم. قال هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، والحديث أيضا ضعيف جدا لأن فيه إسماعيل بن مجالد كما قلت متروك، وفي ترجمة القاسم بن أمية ذكر بن حبان في الضعفاء قال يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة ثم ساق له هذا الحديث، بن حبان قال هذا الحديث لا أصل له، وضعفه أبو زرعة وأيضا أبو حاتم. وقوله مكحول قد سمع من وسيلة بن أسقع، مكحول المذكور في الإسناد هو مكحول أبو عبد الله الشامي، وقد سمع من وسيلة مكحول كان أبو عبد الله، هذا العبارة بظاهرها توهم أن مكحولا الشامي غير مكحول المذكور، وليس كذلك، بل مكحول المذكور هو الشامي المكنى بأبو عبد الله، فكانت الميزة أن يقول هو مكحول الشامي وكان أبو عبد الله، ومكحول الأزدي البصري مكحولا الأزدي غير مكحول الشامي، وهذا للتمييز. سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن الحديث كما قلت حديث فيه ضعف. قال عن تميم بن عطية، وتميم بن عطية العنسي الشامي فيه وهم، وروى عن مكحول وفضال بن دينار وعمير بن هانئ وغيرهم عن إسماعيل بن عياش وغيره، لا روى له الترمذي أثرا موقوفا عليه.
الأثر قال: كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل أو يسأل، نعم، يعني أسأل الناس عن مسائل فيقول بالفارسي ندم، ندن ندن أو ندن، نعم ندى ندن، يعني لا أفهم أو لا أدري، لا علم عندي. ومكحول كان عجميا فكان يقول له ندن ندن، أي نعم ندن. وقال اسم أبيه سهرب على مكحول الأزدي فإنه كان فارسي فكان يرد عليهم بالفارسية. لا، عندما أقول ضعيف يبقى إذن على العموم. يا رب أمين، اللهم أمين، اللهم ارزقنا التقى الهدى والتقى العفاف والغنى، واغفر لنا الذلات والسقطات والهنات، اللهم أمين. الفوائد المستنبطة: إن الله يعامل العباد بما يعاملون إخوانهم، يعاملون أنفسهم. قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رحمة الله وسعت كل شيء، ولا تضيق إلا على من ضيقها على نفسه. ندن ندى نم ندنم بالفارسية، يعني لا أعلم لا أدري. أنت كمان رايح على الفارسية يا سمراء. المسلم أخو المسلم في كل الأحوال، فلا بد أن يكون عونا له لا يكون عليه. ما أعلم والله، الله يبقيه، الله يحفظه، الله يطول في عمره ويحسن في عمله يا رب العالمين، لا أعلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وهذه جاءت من قولي: لا تظهر الشماتة لأخيك فأرحمه الله ويبتليك. قال لأخيك، جعله أخا له، جعله أخا له. ولذلك الله جل في علاه إيش قال؟ قال: لا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.